أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من السوبر. الحقيقة إنه لازم نرد لكل حد حقه. اتحاد الكرة خلاص ما بقاش موجود، اتحاد الكرة الناس مشيت ما بقتش موجودة فيه. إنما لو في ميزة، لو في حاجة إيجابية كبيرة ممكن نتكلم عنها، هو استمرار الدوري ده رغم معاناته، واستمرار الدوري ده ولد لنا مجموعة من اللعيبة المميزة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، واللي بطبيعة الحال هتبقى نواة ان شاء الله باذن الله بالنسبه لمنتخبنا الوطني. انا النهارده مشرفني ومنورني واحد من اللعيبه موهوبه جدا اللي ظهر بمستوى طيب الموسم ده، كابتن محمد فتحي نجم ولاعب نادي الاسماعيلي. صباح الفل. صباح الفل يا كابتن، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لا لله. انا ما اسمعش، علي صوتك. لازم اعلي صوت قوي. انت شايف في مسافه كبيره. طب تيجي تقعد جنبي هنا احسن. شرفنا ومنورنا الكابتن محمد. ربنا يخليك يا كابتن فتحي. والنهارده عندنا كلام كتير جدا جدا عن الاسماعيلي والاسماعيليه وبداياتك وجودك مع فرقه النادي الاسماعيلي ان شاء الله. ان شاء الله. جاهز ومستعد؟ انا جاهز مستعد. طب يلا تعالى نشوف الاول بس تقرير. يلا. هو قيصر الإسماعيلي الجديد كما لقبه جمهور الدراويش منذ تصعيده للفريق الأول وهو في سن 18 من عمره، عندما تألق وبزغ نجمه في صفوف قطاع الناشئين بالقلعة الصفراء تحت قيادة محمد وهبة، ليخطف أنظار البرازيلي ريكاردو مدرب الفريق حينذاك ليقرر تصعيده للفريق الأول، إلا أنه لم ينل فرصة المشاركة في تشكيل الدراويش، ومع تولي أحمد العجوز المهمة الفنية للفريق عقب رحيل ريكاردو حصل فتحي على فرصة المشاركة الأساسية ليثبت أنه جدير بالبقاء مع النجوم وليصبح واحدا منهم، إلا أنه عاد مرة أخرى ولكن تلك المرة لدكة البدلاء مع تألق حسني عبد الرب قائد الفريق والثنائي محمود متولي ومحمود عبد العزيز، لتصبح فرصة المشاركة صعبة في وجود هؤلاء النجوم، ليقرر اللاعب الرحيل عن صفوف الدراويش. ورغم أنه كان على وشك مغادرة القلعة الصفراء تلقى الجهاز الفني صدمة كبيرة بتعرض الثنائي حسني عبد الرب ومحمود متولي لقطع في الرباط الصليبي والغياب عن الملاعب لستة أشهر، ليقرر الجهاز الفني الحفاظ على اللاعب وبقائه مع الدراويش، مما دفعه للتراجع عن الرحيل ليبدأ مشوار التألق وإثبات الذات بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية في كتيبة الإسماعيلي بعد تألقه خلال الموسم الحالي، ليلفت أنظار الأهلي والزمالك وليتصارع قطباء الكرة المصرية على ضم القيصر الجديد عن مشوار تألقه مع الناشئين وحتى الفريق الأول، وكيف أصبح أحد نجوم الدوري المصري وما هي محطته القادمة، الأهلي أم الزمالك. يتحدث محمد فتحي مع إبراهيم فايل في السوبر. طيب خلينا نبتدي معاك من بدايتك داخل النادي الإسماعيلي وظهورك مع الفريق حتى تصعيدك للفريق الأول من الموسم اللي فات والموسم ده. قول بدايتك. هو سؤال صعب ولا إحنا لسه سألناش؟ لسه سألناش حاجة صعبة. بدايتي كان نادي إسماعيلي 10 سنين. بدأت مع 10 سنين في نادي الإسماعيلي، من أبناء نادي الإسماعيلي. فضلت مع 10 سنين، صعدت الفريق الأول وأنا عندي 18 سنة مع كابتن محمد وهبة زي ما حضرتك في التقرير. نزلت تاني، قعدت فترة مع كابتن محمد وهبة ونزلت تاني. فرقتي كابتن احمد العجوز مسك بعد كابتن وهبه، طلعت برضو مع كابتن احمد العجوز فتره ومن ساعتها مع فوق مع الفريق الاول، اتعمل لي عقد فوق بس ما لعبتش، كان حصل مجزره بورسعيد. وبعدها جه المستر ريكاردو قعدت معاه سنتين، اول سنه ما لعبتش بس كنت موجود. كان في زحمه في نص الملعب. كان كابتن حمص كابتن حمص كان في زحمه يعني كتير يعني. فالدور الثاني السنه اللي فاتت، في الدور الثاني قبل الدور الثاني ما انتهي لعبت معاه ماتش الكاس، كان اول ماتش، كان اول بدايتي ماتش الكاس وطلع الجيش اللي كسبنا فيه 1-0. ومن ساعتها بقى ده في الدور الاول، يعني في قبل ما الدور الاول اللي انتهى بماتشين. ومن ساعتها حطينا بقى رجلينا خلاص في الفرقه بقى. الحمد لله. وابتديت بقى مع الدور الثاني تبقى موجود بشكل اساسي، صح كده؟ الدور الثاني بعد مستر ريكاردو مشي في بدايه الدور الثاني
جه كابتن طارق يحيى وقعد معانا الدور التاني كله، فكنت موجود بشكل اساسي في المنطوشه كلها يعني. ايه سبب بقى تألق محمد فتحي الموسم ده؟ الموسم ده كل الناس بتتكلم عنك ما شاء الله بشكل ايجابي، كل الناس شايفه فيك واحد من اللعيبه المميزه جدا، وزي ما كان التقرير بيقول كمان قال لك الناس بدأت تطلق عليك لقب القيصر اللي هو خاص بحسني عبد رب، واحد من العلامات البارزه جدا حقيقه في النادي الاسماعيلي. طبعا مفيش حد زي القيصر، طبعا كان القيصر رمز من رموز النادي، وده شرف ليا ان حد يقول يعني لقبني بالقيصر او ان انا شبه القيصر. فانا السنه دي من اول ما بدانا مع الكابتن ميدو كان الواحد عنده هدف ان هو يكون موجود، ان هو يكون مع الفرقه بشكل اساسي، وفي نفس الوقت يكون خطوه للمنتخب. انا لعبت منتخب اولمبي، كنت مركز. ميدو كان مقتنع بيك؟ كابتن ميدو كان دايما يكلمني يقول لي انت لازم تدوس على نفسك اكتر عشان تكون موجود، مش في مصر، ما تفكرش تكون في مصر بس، لازم تكون دماغك الاحتراف بره. فانا هو يعني انت كام سنه كابتن محمد؟ انا 22 22 20 سنه. طيب حلو قوي. فهو كان على طول يعني يعني على طول يقول لي الكلام ده، لازم يعني ما تفكرش في اهلي او زمالك، كان اشتغل على كده، اشتغل انت، لازم تسافر بره، لازم تكون موجود في منتخب السنه دي، السنه دي مش السنه الجايه، لازم تعمل ليها السنه دي، لازم تتعب. فانا كنت بسمع كلامه. عشان كده الفتره بتاعت ميدو دي بالنسبه لك فتره حلوه، فتره مميزه. والله يعني هي دي اللي فرقت معايا، يعني فرقت معايا في الاول، يعني فرقت معايا جامد ان انا ايه يعني احط رجلي على اول الطريق. أيوة. صح. ان انا لازم اركز، لازم اشتغل، لازم اتعب عشان ربنا يكرمني. فالحمد لله من اول السنه الواحد يعني واخد الكلام ده دايما مسمع في ودانه كده دايما، وبعمل بيه يعني الحمد لله على قد ما اقدر، والحمد لله الواحد وصل فيه يعني. طيب بتقول لي المنتخب الاولمبي، انت كنت موجود في منتخب الاولمبي مع كابتن حسام؟ كابتن حسام البدر. ولعبت معاهم تصفيات مهله لريو دي جانيرو في السنغال اللي خرجنا منها. خرجنا ليه؟ عندك تفسير؟ يا كانت صدمه بالنسبه لي والله. صدمه؟ وانت واحد من اللعيبه اللي لحد دلوقتي صدمه. احنا لعبنا احنا قبل يعني التصفيات المؤهله للبطوله اللي هي في السنغال، احنا كان اي فرقه بروندي كان اي فرقه باللعبه كان ثلاثه يعني بره وجوه كسبانين وضامنين المكسب. طبعا كان الفرق يعني المشوار يعني المنتخب كان فيه لعبه كويسه جدا يعني. لعيبه كويسه ايه ده؟ افضل لعيبه في مصر. يعني افضل لعيبه في مصر دلوقتي هم قوام القائمه. فانا مش عارف في البطوله. انا استغربت يعني. مش فاهم يعني، كان في حاجه غريبه كده يعني. مش احنا حاسس في حاجه يعني غريبه كده. طيب نرجع تاني بقى للفتره اللي كان موجود فيها كابتن احمد حسام ميدو. انتوا كلاعيبه كنتوا ميالين لايه؟ يعني لحل الازمه وانه ميدو يستمر في الفرقه، وانه انتوا انا فاهم كويس قوي كمان انه بالنسبه لكم حسني عبد ربه ده رمز من رموز النادي، وايضا ميدو مدير فني متميز بالنسبه لكم. كنتوا عايزين تقربوا وجهات النظر، ولا اللي حصل ده جه على هوا البعض؟ لا والله كان معظم اللعيبه او اللعبه كلها طبعا كان نفسها ان كابتن احمد حسام يكون موجود معانا، علشان انا بقول له انا قلت لحضرتك يعني اتعلمنا منه حاجات كتير واستفدنا منه حاجات كتير، فكان بالنسبه لنا يعني مش من مصلحتنا ان هو يمشي يعني. اكيد كل واحد عايز مصلحته ان هو يبقى موجود. فاحنا يعني احنا كلمناه، وبعد يعني كنا محتاجين ان هو يكون معانا الفتره اللي فاتت دي كلها. بس يعني كابتن خالد القماش وجي بعد ميدو، وما بين ميدو وما بين كابتن خالد القماش كان نصر النبي. كابتن نصر اخباره ايه؟ كان معاكوا ايه؟ نصر النبي كابتن نصر من المدربين الكويسين جدا يعني، بس هو يعني مشكله كابتن نصر هو جه في ظروف يعني صعبه شويه يعني. لو جبت مين في الظروف دي ما كانش هيتحمل. لا ما هي ظروف الاسماعيلي طول عمرها صعبه يعني. لا مش صعبه بالفتره اللي هي المشكله او بعد ما شارك كابتن ميدو في هزيمتين فرقه يعني مشكله في خساره فصعبه يعني ما كناش عارفين يعني نعمل ايه يعني. فانت لو كنت جبت مين يعني ما كانش هيرجع الوضع ده بسهوله يعني بعدها بفتره يعني. فهو يعني برضو يعني كابتن نصر قعد معانا ما عادش كتير، ثلاث اربع كتير خمس ماتشات بالظبط. فيعني انا شايف ان هو ما خدش فرصته الكامله يعني. جه كابتن خالد القماش، وكابتن خالد القماش عمل بصمه متميزه جدا مع الفرقه. يكفي ان انتوا لعبتوا نادي الزمالك ذهابا وايابا، فزتوا على نادي الزمالك، ده حقق نوع من انواع يعني الاستقرار، وكمان اداكوا ثقه في نفسكم، عملتوا ماتشات كمان كبيره ومهمه. ولكن برضو حصلت مشكله كده ما حدش فاهمها، تمرد اللعيبه وعدم رغبتهم في التمرين. اشرح لي بقى اللي حصل بالظبط ايه. انا مش هتكلم عن المشكله عشان اصلا مش مشكله يعني. انا هتكلم بس على اول كابتن خالد. لا هي مشكله، ما هي مش مشكله، هي وصلت للناس انها مشكله بس هي مش مشكله. طب اشرح لي ايه اللي حصل.
هي كل الحكايه ان الناس طلعت وقالت ان احنا بنتمرد والناس احنا ما كانش في حاجه زي كده، وقالوا لك ان كابتن حسني هو اللي قال للاعيبه ما تنزلوش. كابتن حسني والله يوم اللي بيقول عليها مشكله دي كان قاعد معانا وقال يا جماعه انا مش هينفع ان انا انزل، ما ينفعش ان انا اقعد، واي حد عنده مشكله يقولها لي وانا اطلع للجهاز الفني بره كابتن خالد القماش واقول له، عشان بحس ان انا كل واحد هيقول حاجه، مش لما نطلع بره مش كل واحد هيقول يعني هيبقى ايه يعني، عشان نقعد بقى شويه نقعد نتكلم كل واحد هو كل واحد يقولها وانا هطلع اقولها باسمه. جمعوا طلباتكم كده وجمعوا رغباتكم واحنا نطلع نتكلم. احنا اصلا طلبنا من كابتن خالد ان هو ينزل يقعد معانا، فكابتن خالد رفض يعني قال لي انا مستنيكم فوق تقعدوا. كابتن خالد احنا ما قلناش ان هنقعد، احنا قلنا له احنا منتظرينك نقعد معانا، فكابتن خالد رفض قال لي انا هستناكم فوق في الملعب، تعالوا لي نقعد فوق في الملعب نقف يعني نتكلم في الملعب كويس. فاحنا قعدنا 10 دقائق مع بعض زي ما بقول لحضرتك. كابتن حسني قال يا جماعه ما ينفعش ان احنا نقعد، واي حد عنده مشكله يقولها لي وانا اطلع اتكلم معاه اطلع اتكلم مع كابتن خالد. فاحنا كل حكينا احنا اتاخرنا 10 دقائق مثلا، فالكابتن خالد افتكر ان احنا مش نازلين، احنا يعني زعلنا ان هو قال لنا كده مثلا كويس. فطلعنا لقينا كابتن خالد مشي، ان هو برده يعني ده حصل سوء تفاهم، فمن ساعتها الناس بقى طلعت ان احنا اتمردنا واحنا مش عارف ايه، هي المشكله اتفهمت غلط من الاول يعني. فبس يعني ما توقعتش عليكم اي غرامات او عقوبات او اي حاجه ولا الموضوع عدى؟ لا اتوقع غرامات. اتوقع. وكلكم عادي ولا غرامات كده في مش حقيقيه؟ لا اكتر ناس يعني اتاذت مثلا كابتن حسني، بس انا شايف زي ما هقول لحضرتك ان هو يعني هتكلم انا كمان على كابتن حسني تحديدا يعني كمل بس. يعني غرامات يعني على معظم يعني بس مش كله يعني، في ناس غرامات كبيره وفي ناس قليله. الناس في الاسماعيليه بتاكل كوره وتشرب كوره واش حاجه، وانت كمان عشان جوه الاسماعيليه وانت ابن الاسماعيليه ومولود جواها كمان يفرق معاك الموضوع قوي وقريب من الناس. الناس بقى بتبقى عشمانه من ولاد النادي ان هم يقفوا مع الفرق، بس غصب عنكم انتوا مستحقاتكم بتبقى متاخره مش عارف ليه، ليه شويه ما بتجوش على نفسكم؟ يعني ليه شويه ما بتحاولوش ان انتوا يعني تمشوا المركب كده لحد ما الموسم ما يخلص وبعدين نبتدي نتكلم في موضوع المستحق؟ خلينا نبقى صراحة. والله احنا جينا على نفسنا، واحنا برضو ما طلبناش اكتر من حقنا، وبرضو يوم ما طلبناه ما طلبناش برضو زي ما بيقولوا بالتمرد، لا والله احنا نزلنا التمرين بس طلبنا حقنا بكل احترام وادب. بس وبعدين احنا الناس زعلت، الناس زعلت منكم في الاسماعيليه عشان هو سوء تفاهم. انا اقول لحضرتك وصل للناس غلط. الاسماعيليه كلها قد كده، هو توصل يعني المعلومه توصل غلط يعني سوء تفاهم، بس الحمد لله اتلمت وتعرف يعني مش اكتر. وانا اقول لحضرتك احنا جت فتره بعد ما شال الكابتن ميدو احنا كنا مركز ال 13. احنا يعني احنا مثلا لو الناس بتقول ان لا احنا وقفنا مع بعض وشلنا اي حاجه بينا واستحملنا حاجات كتير عشان نرجع الاسماعيلي الناس يعني مكانه الطبيعي. الناس بتقول احنا ما استحملنا، لا احنا استحملنا كتير. الموقف ده يعني مش اي حد يستحمله، مش اي حد يرجع كده بسهوله. انك تكون المركز ال 13 وترجع على المركز الثاني ويكون فرق بنط بينك وبين بين الثاني كالزمالك. طب انا عندي اسئله كتير جدا جدا، انما عندي فاصل، ناخد فاصل وبعد الفاصل نكمل حوارنا مع كابتن محمد فتحي لاعب نادي الاسماعيلي الموهوب، وبنتكلم على الاسماعيليه. والحقيقه انه دايما الاسماعيليه واحده من المحافظات اللي همها او شغلها الشاغل هي كره القدم، هنتكلم في تفاصيل كتير جدا بعد الفاصل.